عندك محاذير جديدة أطلقتها حسب ما سمعناها، خصوصا بعد الأنباء اللي نقلها موقع أكسيوس، قبلها أيضا شاركها يمكن رويترز، قطع غيار لأنظمة صواريخ باليستية أو لتصنيع الباليستي والمسيرات تنقل من إيران للعراق. هذا الشيء مبالغ به برأيك؟ لو لا والله سبق وأن حدث، ليش نستغربه أستاذ صفا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم أستاذ عبد الرحمن وعلى ضيوفكم ومشاهديك الكرام. يعني أولا موضوع نقل السلاح هذا موضوع مو جديد على الفصائل المدعومة أو التي لديها دعم لوجستي من الخارج. هذه هي من أول يوم أصلا هي تجهيزها كان عسكريا، تجهيزها كان من الخارج وتتعامل مع الجهة المجهزة أو صاحبة الدعم اللوجستي اللي كانت على مستوى الجمهورية الإسلامية أو إحدى دول المحور أو المحور. طبعا يعني هذا الموضوع مو جديد، الجديد يعني هو البالستي أستاذ صفا، ولا هو كيف رمي الصاروخ الأول بالضبط. الجديد إحنا خلينا نتكلم بالجديد. أولا يعني هنالك توجيه من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بعدم السماح لأي جهة، لأي جهة مهما كانت، هسه احنا خلينا نكون واضحين وشفافين بالحديث، على أن يعني تسلك سلوك إعلان حرب أو عمليات قتال تمس أمن الوطني، أمن الوطني الخاص بالبلد، بدون موافقة القائد العام للقوات المسلحة. وكان سبق وأن حدث آخر ضربة وصلت حتى يعني ندخل بأرضية حقيقية، آخر ضربة وصلت إلى الكيان الصهيوني من الداخل العراقي، كان هنالك توجيه من دولة رئيس الوزراء القائد العام القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية بضرورة معرفة الجهة التي ضربت لغرض محاسبتها. مو أول مرة هذه. مو أول مرة. مو أول مرة يجي هذا التوجيه وصارت الكثير من التحقيقات. أنا ما أعرف، أنت بصفتك عندك خبرة عسكرية ويمكن جنابك ضابط سابق أستاذ صفاء، صح لو أنا متوهم؟ نعم 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 ضابط سابق. الجهة نعم العسكرية نعم والقيادات العليا لما تشوف هيك وضع يأمر القائد العام للقوات المسلحة بضبط الأمور بس ماكو تنفيذ حقيقي، يعني أنا أقدر أطلع بيان بهالسهولة بس أكو جهة أخرى تقدر تقصف وتستلم قطع غيار وتطير مسيرات، أوكي هي قوية كذا، شنو الشعور العسكري لهذا الشيء؟ هم مقاومة بالنهاية. لا يعني أني شوي راح أختلف وياك، يعني اسمح لنا اليوم نتقاطع عن وياك اليوم. أولا بعد التوجيه الأخير لم تحصل هنالك ضربة، يعني حتى نكون واضحين لم تكن هنالك أي ضربة، وهذا يؤشر إلى أنه هنالك استعداد للاستجابة، يعني استجابت الفصائل. أنا ما أتكلم عن الفصائل التي لديها مواقع داخل الدولة العراقية، طبعا الفصائل المقاومة اللي لديها مواقع داخل الحكومة العراقية داخل هيئة الحج الشعبي هذه ملتزمة بأوامر القائد العام.